شنو هي الرؤية الاستراتيجية؟ الرؤية الاستراتيجية هي واحد الخطة أو خريطة استراتيجية باش نصلحوا بها المدرسة المغربية، كتمتد من 2015 حتى 2030 وعندها أهداف خاصة تحققهم. احنا نشوفوا هذه الأهداف. شكون اللي وجد الرؤية الاستراتيجية؟ اللي وجد هذه الرؤية الاستراتيجية هو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، عقلت فقط غير على المجلس الأعلى. إذن هذه الرؤية الاستراتيجية منش كتكون؟ كتكون من فقرات، من فصول، من رافعات، من مرتكزات ومن مستلزم. المرحلة ديالها 15 سنة، الفقرات كاينه 134 فقرة، أما بالنسبة للفصول كاينه 4 ديال الفصول، وشحال من رافعة؟ 23 رافعة، وهاد الرافعات كينتميو لذوك الربعة الفصول، وشحال من مستلزم؟ كاين 1000 مستلزم، والشعار ديالها هو من أجل مدرسة الإنصاف، الجودة والارتقاء. نشوفوا الفصول، أول فصل كيقول من أجل مدرسة الإنصاف، الفصل الثاني كيقول من أجل مدرسة الجميع، يعني هاد الفصول كلهم كيهضروا على الانصاف، الجوده والارتقاء والتعميم الى اخره. بالنسبه لهاد الفصول كذلك فهم كيحتويو على رافعات، الفصل الاول عنده 8 ديال الرافعات، اما الفصل الثاني عنده 7 الرافعات، الفصل الثالث عنده 6 ديال الرافعات، اما الفصل الرابع فهو عنده رافعتين، والمجموع كامل 23 رافعه. بالنسبه للمرتكزات يمكن قلناهم ولا ما قلناهمش، هما الانصاف، الجوده والارتقاء، يعني ثلاثه، الانصاف يؤدي الى الجوده والجوده تؤدي الى الارتقاء. هذه الرؤيه الاستراتيجيه جاءت بمثابه استجابه للتوجيهات الملكيه الساميه سنه 20 غشت 2012 و20 غشت 2013. ومن اهم المستجدات اللي جاءت بها هذه الرؤيه تعميم التعليم الاولي، تنميه الابداع والابتكار في المناهج، تعلم اللغات والتدريس بها، ضروره النهوض والبحث العلمي، الانصاف، الجوده ثم الحكامه الجيده، وتعميم تمدرس جيد. Point final.